من الأشخاص اللي بسببه الإنترنت خالص عندنا ومن غير ما نتهنى فيه بعد، والسبع إنه يصور طول اليوم ويعرض للناس كل تفاصيل يومه. تتوقعون ترك الناس خصوصية وشنو الأشياء اللي خشها عن الأوادم وما يبي يوريها لهم؟ عشان كذي أنا بكشف لكم المستخبي وراء الشخصية منذر المزكي في مقابلة سنابية حصرية. ما عليكم غير تضيفون هالسناب وتترقبون التفاصيل، وعندكم فرصة كتابة أي سؤال في بالكم تبونه ينطرح عليه. فخلكم متابعي. إلكم تسألوني متى الفقرة؟ تراهي عقب شوي. بسرعة سريع، أي سؤال تبون تسألون المنذر اكتبوه من الحين أو ارسلوا فيديو صوروه عشان انزله بالمقابلة، مو بعد، لان مو عقب شوي تقولون لي سأل سؤال وانت ما شفته او ما لاحظته، لاني تعبت من هالسالفة وايد. فخلصوني واكتبوا من الحين. توني واصل يا جماعة، انقطعت عن فقرة كشف المستخبي، تقدرون تقولون حول اسبوعين. اليوم وضعي حالي حال الطالب اللي اليوم اول يوم دراسة له، مال صف اول توه داش، يعني ايش حقه متوتر ما ادري. المهم بتشوفوا الحلقة. مندمج منذر شلونك؟ بشنو مندمج تكفى؟ ارتب الموضوع اللقاء شوف بعد ما نقدر. يلا انتظرونا عقب شوي يا ابو قذيل. منذر المزكي حقيقتك معاي في 100 ثانية. نبلش؟ مستعد؟ اكيد. بنقول بسم الله. الحقيقة في 100 ثانية. شنو اسمك؟ منذر المزكي الشامسي. عمرك؟ 38 سنة. عدد اخوانك؟ ولله الحمد نحن 77. ما شاء الله. شنو التخصص اللي تخرجت منه بالجامعة؟ ولله الحمد اعلام وعلاقات عامة. وين رابي وبأي امارة؟ انا مولود في امارة راس الخيمة. وكل اللي صار لك في مجال الاعلام؟ داخل على 18 سنة. ما شاء الله. نعم ام لا، الاعلام الرسمي ظلمك والسوشيال ميديا رفعت من مستواك اكثر؟ لا اكيد. عادي تقولي ليش؟ ايه، الاعلام الرسمي هو اللي اسسني، اعطاني قاعدة قوية جدا، والاعلام الحديث نشرنا بشكل كبير جدا، فالاثنين يكملون بعض. من اللي له الفضل في دخولك عالم السوشيال ميديا بشكل مكثف اكثر؟ سعيد الرميثي، فهد ابلة، اخوان بعد حمد الرميثي وشباب. نظرك منو المركز الاول في السوشيال ميديا بالامارات؟ والله كل الشباب. هالدرجة الشيء يحتاج تفكير صراحة، لأن ما شاء الله عليه. تستحي تقول أنت؟ منو؟ عيد السؤال. منو التوب في سناب شات بالإمارات؟ قول لي منو؟ أنا رأيي الشخصي اللي أحب أتابع دائما الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي. والنعم. السوشيال ميديا شنو أضافت المنذر المزكي وشنو أخذت منه؟ كثير. دخلنا كل بيت. هلا والله الحبيب. كمل سالفته وبعدين نكمل. بما أنها أضافت لك الكثير. سوري قاطعت متابعينك. لا عادي، أضافت لك الكثير، شنو أخذت منك؟ ما في شيء الحمد لله. ما أخذت منك شيء؟ لا الحمد لله أضاف. السؤال اللي الكل يبي يعرفه، كم سعرك بالدعاية؟ 30,000 درهم بالنسبة لي الدعاية. سويت عملية تكميم لأسباب تجميلية ولا صحية؟ صحية. ديسك عندي 3 ديسكات. لا إله إلا الله، الله يعافينا إن شاء الله. شنو النادي اللي تشجعه بالامارات؟ شنو النادي اللي اشجعه؟ ما اشجع ولا نادي. من صدقك؟ ايه بس احب انديه. شنو زين؟ احب مثلا نادي الوصل، نادي الاهلي، احب نادي الوحده، وايد اصدقاء زين. نحن الشباب احب العين. حلو. هذا الانديه الاهلي. اللي نفس مجالك بالسناب شات صاروا وايد، بنظرك منو المنافس لك بينهم؟ ما في حد يعني، ما انظر دائما للناس انهم لازم ينافسوني او اني انا انافسهم، انا دائما وصيتي للجميع انهم ينافسون بعض على اساس انهم يتكاملون ويطلعون باحلى صوره. اخر سؤال، اوصف لي نفسك بكلمه. من تواضع لله رفعه. التواضع احس انه الحمد لله رب العالمين الشيء اللي الله سبحانه وتعالى. ايش رايك في الجزء الاول من المقابله؟ ممتاز، بس ما كملنا بعض الاشياء بالنسبه لي حتى الاسئله يعني. بنكملها بكاس الاعتراف.
كرسي اعتراف. انذر، هل انت مستقر في حياتك الاسريه؟ لان الكثير يشوف ان تواجدك المستمر مواقع التواصل الاجتماعي اثر سلبا على حياتك الاسريه. لا. ممكن المتطفلين يسعون دائما انهم يتعرفون على حياه الناس الخاصه، ولكن نحن نقول بالعكس، حياتي الاسريه مستقره ومبسوط فيها واهلي، بس مو بشرط اني انا لما اطلع مع اهلي لازم اني اتصور سناب معاهم على سبب ان الناس تعرف اني انا مع اهلي. هذه حياتي الخاصه، كل بول سناب ساعه 20 ساعة، لأن اليوم 24 ساعة صح، فبالتالي هذه حياتي الخاصة والحمد لله رب العالمين، السناب أضاف لها وأهلي مبسوطين ومستقر واموري طيبة. السؤال جايك وانذر، على من تنغزني؟ ها؟ أشوفك تطالع وتحس فيني أشكر أسود. أشوف تبي كارو. منذر، دائما في سناباتك تعرض حالات اجتماعية متعففة وقضايا صعبة لجلب المساعدة لها، هل صحيح أنت تأخذ على هذيل الناس عمولة مادية أو تطلب عليهم مبالغ لنشر قضاياهم؟ أخذ منهم الدعاء، أخذ منهم الدعاء، والحمد لله رب العالمين. أبغى أقول لك شيء منذر، الحمد لله رب العالمين مرتاح بفضل الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد والمنة، ما أحتاج لي أني أنا أخذ من الناس مبالغ. حتى موضوع الدعاية ترى هي اللي تجيني، مو أنا اللي أجيني، موضوع الدعاية يتمع مع الموضة، ويمكن أنا أول واحد في السناب شات اللي أقول يا جماعة ترى نحن بنشتغل فوق الطاولة مو تحت الطاولة، نحن بناخذ على أساس نقنن من المسألة، على أساس نكون بروفيشنال. في بعض الشركات الكبرى تطلبنا، بعض الجهات الكبيرة تطلبنا، هذين اللي ناخذ. أما كل الجهات اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة، المعاقين، الأمور هذه كلها، هذه ولا ناخذ منها ولا درهم. حلو. ولا درهم. أصحاب المشاريع المنزلية كلهم بلا استثناء يتصلون، منذ كم تأخذ على الدعاية؟ نقولهم إذا عندكم محل ناخذ 30، إذا عندكم مشروع بيت ولا شيء. أما بخصوص موضوع الحالات الإنسانية اللي نطرحها، فما في داعي أني أنا أصلاً أقول لك والله أخذ ولا ما أخذ، هذا الشيء نحن نتعامل بحسنا كده. ما في شيء اسمه أنك تطرح حالة إنسانية أو حالة مجتمعية وتأخذ عليها ما. هذا الشيء يدعو لي الضحك صراحة. أضحك؟ منذر، توك تطريل الدعاية ومتهم بالطمع المادي والاستغلال من قبل المبالغ الوايد عالية تطلبها على المشاريع، مبالغ وايد عالية تطلبها على أصحاب المشاريع، مع أن بدايتك كنت تقول أن أنا أدعم المشاريع. صح. وين دعمك؟ صح. صح. والحين شري تغير؟ ركز معي، كل أصحاب المشاريع الموجودة في البيوت ما ناخذ عليهم ولا درهم، هذين اللي نحن ندعمهم. حلو. أوكي؟ أما الناس الثانيين اللي هم فاتحين محلات كبيرة وغيره ويسوون إعلانات في الجرائد وغيره ويدفعون 80-90 ألف في التلفزيونات وغيره، هذين إلا نحن فأخذنا المبلغ. هي عملية مثل ما قلت لك، يعني تضيف لنا ونحن بعد نضيف لها، لأنه هو كذي ولا كذي بروح بيسوي دعاية في التلفزيونات والإذاعات، وأحيانا اللي حصله من رواد التواصل الاجتماعي بأسعار قليلة أفضل بكثير من اللي بيحصله من خلال الإعلانات. ترى في ناس تاخذ 80 و90 و150، وانت حاسدينك على 30. انا 30 ألف مثل ما قلت زين، وبعدين مثل ما يقول دائما فلفل اسود الدق على حساب الرزيف، ولا شو رايك يا اللي يبي؟ ايش رايك انت؟ لو خيروك بالوقت الحالي ما بين السوشيال ميديا والاعلام الرسمي، شنو راح تختار؟ الاثنين نفس ما انا موجود حاليا الحمد لله رب العالمين. ما راح تختار شيء واحد بينهم؟ هذا يكمل الثاني. أنا أصلاً مذيع الحمد لله رب العالمين، وحياة ترى السناب شات وحياتي اليومية، يعني حتى وأنا في الاستديو أصور عادي في الاستديو. منذر، بالآونة الأخيرة تدخلاتك السياسية هل برغبة منك ولا على قولتهم مع الخيل يا شقرة؟ أنا لو أمام أطلع في السياسة وأحب السياسة وأحب أتابع السياسة كيف يتعاملون في بعض المواقف، يعني أحب شخصية عبد الله بن زايد كيف يتعامل في المؤتمر، أحب أتعلم واللي أعرف فيه وأفهم فيه أقول رأيي فيه، كل ما أعرف فيه ولا أفهم فيه الصمت حكمة. أنت مع أو ضد دخول مشاهير السوشيال ميديا في قضايا سياسية؟ أنا ضد هذا الشيء. بس أنت قاعد تدخل الحين؟ إيه لا،
أنا ما أبغي الناس تجي تقول يا مشهور لازم تتكلم. أنا ما أقصد منظر. في بعض الرواد ممكن أنهم يكونوا فاهمين ومطلعين مطلع على زاوية، لكن في واحد مثلا مؤثر مشهور أسير أظلمه أجبر أنه يدخل ويتكلم عن قضية الخليج ممكن يجيب العيد. صح، نحن في مرحلة وايد حساسة، ما نبغى نجبر كل رواد التواصل الاجتماعي اللي مو فاهمين في القضية أنهم يتكلمون، لأن في إعلام مضاد ممكن يستغل كلامه. صحيح، إذا غلطوا ممكن أن يتم استثمار كلامه، يعني ممكن واحد ما يفهم شيء أو أنه مثلاً متحمس وكذي يتكلم في موضوع آخر شيء الإعلام مضاد يقول منذر. شنو الرسالة اللي تبي توصلها من خلال تواجدك في السوشيال ميديا؟ طبيعة ابن الإمارات، ترى مو منذر هو اللي يساعد الناس أو يقدم مثلاً أشياء رسائل إيجابية للناس، هذه ميزة ابن الإمارات. أنا ما أتخير عنك ولا عن أي واحد اليوم يتابعني، أنا مو بحسن عنك، أنا اللي أقوله أن هذا يعني هذه خارطة الطريق رسمتها لنا دولة عاداتنا وأخلاقنا وغيرها اللي نحن نحب نطلع فيه قدام الناس الحمد لله رب العالمين، واللي بيتأثر فينا بالعكس نحن نحب هذا الشيء. التصنع في السناب شات بالتحديد ممكن أنه يكشفك ثاني يوم أو ثالث يوم. صح، ما تقدر لأنه يعيش معك طول اليوم وطول العمر، يدعي انه مو اخلاقه رفيقه اول يوم ثاني يوم ثالث يوم ترى بيطلع على حقيقته، ولكن اللي هي هاي اصلا حياته فبيتم معاه خلاص. عرفت؟ الحمد لله. اخر سؤال، هل ليش خلاص؟ بعد ما نبي كثر على الاوادم ازيد عليك. السؤال الاخير، هل في حد استغلك في مواقع التواصل الاجتماعي او رافجوك من ناحيه استغلاليه وابتعدوا عنك يوم انت مثلا خفيت شوي؟ نسأل الله العافية، يعني البعض ممكن أنه يستغلك لتحقيق معارف أخرى. على سبيل المثال واقعة صارت، يعني شخص وكان مصر جدا أني أنا أنشر حسابه بداعي أنه هو تقني آيفون، وطبعا قدم نفسه بشخصيته وغيره، ويعني ما بقولك حطني مثل كأنه في زاوية أني أنا وبأفيد الناس وغيره، فاضطريت أني أنا أني أنشر حسابي. تواصلت معه، طبعا هو يقول لهم اللي يبغى يشتري ايفون انا بجيب لكم اياه بسعر وايد مغري، فالناس هذا ربيع منذر فثقوا فيه، اخذ عليهم مبالغ على اساس انا بجيب لهم الايفونات، وعط بديك وركض بريولك اخر شيء اشرد فلو. ايوه، على طول تبريت انا من الموضوع وقدمت ادله للجهات المعنيه والقضائيه، وان شاء الله انها تلحقها ان شاء الله. تمام، آخر كلمة شنو تبي تقول للمتابعين؟ أبغى أقولهم؟ إيه. أرضاء الناس غاية لا تدرك. صح. زين. الكمال لله سبحانه وتعالى. سبحانه. ما أقول إني أنا بيرفكت وكامل. مؤمن تماماً إن في ناس تحبك في ناس ما تحبك. نهاية بشر. بالعكس حلو الإنسان لما كل الناس تحبه وتتابعه وغيره، نسعى إن يكون هذا هدفنا. لكن في النهاية يعني مو كل الناس. مو كل الناس تعجبني، عشان شيء أنا ممكن أني ما أعجب الكل. صح. فمن الطبيعة أنك تتحصل أسئلة تكون تستفز منذر، أو أنها تدخل في أخلاقيات منذر أو في صح. أشياء الخاصة عن منذر، هذا طبيعي، هذه طبيعة البشر، كل حد نفسية وكل حد غيره. في ناس نايمين في البيت مو قادرين أنهم يجتهدون، يشوفونك أنت ناجح يفكرون طيب ليش هو ناجح ونحن لا، فيتمون يعقون فيك يقولون ليش هو طيب حيلك وانجح والميدان يا حميدان يعني، وهذه يعني امكانيات وقدرات وغيرها، عرفت؟ والحمد لله رب العالمين. عموما سر النجاح امك وجهك، ترى الله رضوا عليك انت ناجح وما يهمك من الباقي، عسى يبلغنا رضاهم. حلقتنا مع منذر على وشك الانتهاء، لكن الحين بخليكم مع دعايه الراعي الرسمي لفقره كشف المستخبي اليوم. الراعي الرسمي لفقرة كشف المستخبي اليوم هي جذا الربيع للعطور، ولكل من يعشق العطور العربية والفرنسية والعربية والفرنسية مع بعض، ودهن العود والبخور وعطورة المفارش والمخمريات بأنواعها، أقول لك دح بريك يا بعدي وتفرج على هالمشروع الإماراتي اللي يوفر لك كل هذا وأكثر، كل شغل بيت متعوب عليه عدل، يعني سوالف الهدايا والترتيب والشيء السنع كله عندهم، واللي بغيت وتتواصلون معاهم هذا حسابهم بالإنستغرام، ورقم التواصل أيضا موجود تحت.
كلهم ان شاء الله بخير. زين منذر، هذه هدايا من الراعي، عاد نبينا مكان. يا سلام يا سلام، عشان نفتح ونوريهم شنو داخل. لازم لازم لازم. وعند رادار 111 خل نفتح الهدايا. بعد لازم نفتح الهدايا، لازم نوري الاوادم شنو شذا الربيع شنو عطتنا. هذه الفقرات الصح رعايه. يا رباه، هذا دهن عود. دهن عود بس هذا شكل غير، هذا زعفراني. ايوه هذا مال منوش. منو شذا الربيع؟ شذا الربيع محمد. طول عمرك وما قصرت، وبيض الله وجهك، استانست وياك وتلفونك ما يسكت من مشينا وياك اليوم. حبيبي والله يسلمك يا منذر، ما قصرت. واللي يبي سناب منذر راح احط الحين، قضينا سوالفنا بالباركنات. المهم بحط سناب منذر وضيفوه.